لينيسياتيف دو جور. الانيشيتيف دو جور اليوم موضوعنا يهم روتاراكت كلوب تكنوبول الغزالة اللي يأمنوا في وجبات إفطار للأشخاص اللي ما عندهمش مقاوي تقريبا 120 وجبة. هذه بادرة أولى فضلا على بادرة ثانية باش يتم تنظيمها هو ختان 15 طفل. هذا الكل تحكي لنا عليه نداب رمضان رئيس روتاراكت كلوب تكنوبول الغزالة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا نداء. دحي نور، رمضانكم مبروك للكل. Je me présente d'abord, Nadeb Ramdan, présidente du club Rotaract Technical Gazela, qui m'a présenté madame Ramdan ici, Inch'Allah, en deux actions. Deux actions phares, le roi au Haj, le resto du cœur, c'est la troisième édition Lille, avec le club Léo, les aigles de Carthage et Universel. Donc, Universel, nous avons un parcours. خاطر يعرفوا لي زدايف هما وين كل دونك سيركي عليهم هما وكيف كيف التاتي دونك هما باش يعاونونا بتوفير المطعم ويطيبونا وكل شيء. نحنا وليو نحنا كلوب وتغاك وليو علينا نعاونوا بالماكلة واللي زالين اليوم وكل شيء. نحنا اليوم توا ثامن نهار في رمضان تقريبا دونك قاعدين نفرقوا 120 بلا كل يوم. نادي ربما موائد الإفطار عموما تبدأ موجهة لعباد متحدة قائمتها اللي هم عباد محدودة الدخل، أنتم اخترتوا أنكم تتوجهوا لفئة أخرى من 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 الناس اللي هما ما عندهمش مقاوي، الفكرة في حد ذاتها كيف جاتكم؟ نحن في كلوب استانسنا نعملوا قفة رمضان اللي هو كما قلت نمشيو للعائلات محدودة الدخل وكل شيء نعاونوهم قفة رمضان. مي قلنا خاطر هذوكم ما عندهمش دار ما عندهمش فين يسكنوا دونك ما عندهمش كيفاش يشقوا فطارهم ما همش باش يعيشوا اجواء رمضان كيما نعيشوها نحنا في دارنا دونك قلنا علاش نشاركوهم على قليلة بحاجه بسيطه اللي هو نفرقوا نفرقوا شقان الفطره عليهم ونشاركوهم نشاركوهم رمضان والاجواء رمضان دونك هذا في اللي تعام وان شاء الله بقدره ربي مانيش باش نوقف عليها على خاطر الفرحه اللي نحن معناها كيفاش نشحوها لكسون هذيك وكيفاش نشاركوا 120 شخص في رمضان ما تتوصفش الحقيقه نتاع ربي وان شاء الله نجموا نكبروا في النومبر هذايا. واضح ندى، اذا قلتوا انتم البدايه كانت ب 120 وجبه وتطمحوا انكم تزيدوا معناتها باش يتم زياده العدد هذايا من هنا لاخر رمضان. الحقيقة باش نكون واضحة معاك نحنا توا مازلنا متحققين ماكلة يعني طماطم زيت طن مزوقة وكيف كيف مازلنا متحققين مزالين اليوم على لي باركيت اللي باش نفرقوا فيهم العشي اللي هذوكم معناها بيهم هما نجمو نحسن نكبروا في النومبر معناها بوغ لو مومون قاعدين نحاولوا باش نوصلوا 120 وديجا ماذا بينا معناها معناها كان فما عباد ينجمو يعاونونا كسوا بالماكلة كسوا بالألمنيوم أي حاجة نجم تعاوننا باش نوفروا 120 وعلاش لي نجمو نوفروا أكثر من 120 بيان سور خاطر توا معناها قاعدين نحاولوا نوفروا في 120 هذوك مي على سيرة شهر رمضان مازلنا نستحقوا ألمنيوم مازلنا نستحقوا لحم دجاج خضرة مسوقة لأن كيما القفل كيما تمشيو لدارنا معناها نفسي معناها الوجبة تكون كاملة للشربة للبريك للسلاطة للبلاك برانسيبال يكون متنوع بيان سور كيف كيف ديسير نتاعو دونك نحاولو نوفرو كل شيء لذلك نحنا طالبين من اللي يسمعوا فينا كان نجموا يعاونونا بأي حاجة نجم تعاوننا باش نوفرو لهم العشاء. كيفاش يتصلوا بيكم ندى؟ يكلمون على نمرو 95-784-991 يكلمون على نمرو هذايا في أي وقت نجمو نشوفو وين ما هو نجم يعاوننا. أنتم زادت نجمو تتوجهوا للأشخاص هذوما وين ما هما باش تقوموا بتجميع المساعدات. بيان سور بيان سور وين ما هو نجمو نتنقلوا نحن موجودين تقريبا في كامل تونس الكبرى خليني نقول بالصراحة. في تونس الكبرى موجودين في اي بلاصه نجمو نجيوكم انتوما. البادره الثانيه واللي هي ما تقلش اهميه اللي هو ختان 15 طفل. دونك هي اول مره نعملوها اول مره
أول مرة بالضبط، دونك شتينا 15 طفل باش نجمو نوفرو المستلزمات لل 15 صغير هذوكم. عملنا إن سواغي الحمد لله يا ربي كانت من أحلى لي سواغي وناجحة على الآخر، كانت في المنجل فيه سيونس كولتوريل مانجاسيس، من لقي مستحقين مستحقين خاطر نحبوا نكبروا في النومبر، دونك تشتيس خاطر توا نجمنا نوفروا المستلزمات ل 15 صغير من لبسه لبسه كيما الجب معناها الشاشيه الجبه البلغه القله القصه نتاعو فيها تشتيس ماكله والحم الحلوى تشتيس الطبيب معناها والدواء الكلينيك تشتيس. دونك نجمنا نوفروا تقريبا ال 15 هدومة بقدرة الإله نجمنا نوفروهم. توا ماذا بينا نحاولوا معايا نكبروا أكثر في النمبر، خاطر عملنا دو تخو باساج في لي ميديا ولقينا تفاعل من برشا عباد، برشا عباد حابة تتعاون وبرشا عباد مستحقة كونا نعاونوها. وال 15 طفل تم تحديدهم ندى، تم تحديد قائمة الأطفال اللي باش يتم ختانهم، معناتها تم تحديد على أي أساس تم تحديد القائمة هذه؟ بين احنا الطور هذا ان شاء الله باش يكون بالتعاون مع جمعية تونسية اولادنا، دونك هما اللي باش يوفروا لنا القائمة نتاع صغيرات هذوما، باش يكون في معناها في الكلينيك هما اللي باش يعاونونا نوفروا الكلينيك هذايا ونوفروا الصغيرات معناها نعاونوهم. كما قلت لك معناها ديجا كلمونا معناها برشا صغيرات وهما حاسين جمعية أولادنا في الخط، معناها اللي كلمونا نقولوا معناها نرجعوا لجمعية أولادنا قلنا كان نجموا نعاونوا أكثر لو فما عباد كلمونا فما عباد مستحقة. ماذا بينا عباد تعاوننا حتى كان عنده مثلا عشان حتى كان جبة نتاع طفل صغير مثلا ولدك قاعدة الجبة نتاعو ولا اللبسة نتاعو، حتى بالحاجات هذوك مش نحن نجمو نوفروا المستلزمات نتاع الصغير. هو الصغير طول الصغير معناها يتكلف من لبسته للكلينيك لكل شيء يتكلف 480 دينار. 480 دينار ايه؟ 480 دينار بما فيهم الكلينيك بما فيهم الطبيب واللبسه وقصه الصيد. واضح ندى، اذا نذكروا اللي رقم وحيد اللي هو 95 784 991، ينجموا يتصلوا بكم ويعاونوكم الناس اللي تسمع فينا، اما في البادره اللي تهم وجبات الافطار بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش مقاوي، والا للختان اللي باش يصير حتى لتوا 15 صغير، لكن انتم تاملوا انه يتم عند تجميع المساعدات اللازمه اللي تنجم تخليكم تقدموا أكثر من 15 صغير اللي باش يتم ختانهم وقتاش؟ إن شاء الله يوم 5 أفريل. نهار 5 أفريل. إن شاء الله يوم 5 أفريل. نهار 5 أفريل إن شاء الله تكون، إن شاء الله نتصلوا بيكم ويكون العدد أكثر من 15 طفل باش يتم ختانه. مشكورة جدا ندى بن رمضان رئيسة روتاراكت كلوب تكنوبول غزالة على كل هذه التوضيحات، احنا مازلنا مواصلين معاكم.